مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من دليدي. عشان تعيش 100 سنة، ويمكن 100 سنة دي تعبير مجازي، إنك تعيش عيشة صحية، تعيش كويس، تبقى نفسيتك سوية، تعرف تشتغل وعمرك يطول بدون أمراض، تعمل إيه أو تعملي إيه؟ لازم تبقى حاطة في بالك كده شوية حاجات. الدنيا مليانة كذب ومليانة حوارات ومليانة ناس أرواحها سودة، وفي ناس سبحان الله بيتمنوا الشر لغيرهم أكتر ما بيتمنوا الخير لنفسهم. فحقيقي حقيقي لما تيجي تسأل حد عنده 80 سنة إيه استفدت إيه من الحياة، طلعت بإيه من الدنيا، يقولك الدنيا دي عشان تمشي، سواء في العلاقات العاطفية أو الحياة المهنية أو الصداقة أو أي حاجة في الدنيا، بين قوسين كده تغافل متعمد. لازم أبقى متعمدة إن أنا أتغافل، مش لازم أعرف كل حاجة. لما ألاقي حد بيحور عليا وأنا عارفة إنه بيكذب وأنا قريت إنه بيكذب، أوعي تبيني له إن أنت اكتشفتي إن هو بيكذب، لا خالص بالعكس تمام. أنا لو بينت لك إن أنا بكذب يبقى أنا بصغر نفسي وبحط نفسي في موقف وحش، لا بالعكس أنا بسيب اللي قدامي يكمل، ومن جوايا بقعد أضحك على سذاجته وسخافته والفكرة إن معظم الناس يا حرام بتبقى فاكرة نفسها ذكية زيادة عن اللزوم. أوكي، خلي اللي فاكر نفسه ذكي، طالما أنت عارفة الصح اعرفي الصح وخليه جواكي. تاني حاجة، عشان ما احسش ان الدنيا فجأة سودت او انا خسرت مرة واحدة، لازم يكون عندي بلان بي. لو فلوسي خلصت هعمل كذا، لو خسرت شغلي هيحصل كذا، لو فلان او فلان عزيز عليا مات او ماتت هعمل ايه من بعدها، لا هعمل كذا. يعني لازم يكون دايما عندي توقع للأسوأ. الحياة كلها مش هتمشي حلوة، والدنيا مش هتعلمك ببلاش، هتاخدي دروس، وهتاخدي دروس باهظة الثمن جدا، وتدفعي فيها كتير لحد ما توصلي لمرحلة ان انت تقولي انا اتعلمت، انا قدرت دلوقتي ابقى فاهمة ايه اللي انا فيه، اخش في موضوع جديد وانا واثقة. كل ما الانسان بيكبر عمر بيكبر ثقافة، بيكبر معرفة، بيكبر خبرة. يعني عمرك ما هتلاقي واحدة عندها 20 سنة بتتصرف زي واحدة 30، ولا 30 بتتصرف زي اللي عندها 50 الناضجة اللي مرت بتجارب كتير، سافرت، راحت، عملت. طيب بعد ما يبقى عندك بلان بي تقدري تستخدميها في تجارب الحياة. تجربة فشلت يبقى أنا عندي ستبن ماشية بيه على طول. طيب دي حتة. الحتة التانية إيه؟ إن أنا دماغي لازم تكون مليانة. يعني أنا ما ينفعش أكون إنسانة عايشة دماغي فارغة، ما بفكرش في حاجة، ما عنديش تارجت، ما عنديش هدف، أنا مش عارفة أنا عايزة إيه. مبدئيا لازم تعرفي أنت بتعرفي تعملي إيه كويس قوي وتعملي إيه. تبدأي تعلمي من نفسك، ثقفي نفسك، سافري، عرفي على ناس جديدة، اقري كتب، جربي تحلي مشاكلك بحلول مختلفة عشان تلاقي نتائج جديدة. جربي تقري عن مثلا عن حاجات انت مش مؤمنة بيها. يعني مثلا ممكن تيجي تكلم ناس كتير عن الأبراج يقولك والله انا مش مؤمن بالأبراج، طب انت تعرف حاجة عنها؟ يقولك لا. طب انت مش مؤمن بيها بناء على ايه؟ اقرا. انا مثلا معرفش حاجة عن الموضوع الفلاني، اقرا عنه. كل ما هتتثقفي اكتر كل ما هتتخلي عن افكار رجعية وافكار فارغة. ودايما البني آدم اللي عنده ثقل بيكون الناس بتحترمه أكتر، بيبدأ يوصل في حياته أكتر، قراراته بتكون رزينة. طيب أنا مثلا واحدة من الناس عندي تصنيف، التصنيف ده إحنا كبشر كلنا في مننا 60% بيفهموا لما الكبار بيفهموا، يعني يبدأوا يفهموا ويتعلموا لما العلماء يتعلموا. دول 60%، وال40% في منهم 20% فعلا اتعلموا وصلوا لدرجات وبقوا صفوة المجتمع، ودي فعلا ناس ناضجة واللي بنتعلم منها. وال20% التانيين هم ناس أغبياء اتعلموا وصلوا لدرجات عليا جدا، قروا كتب كتير قوي فبقوا أغبياء واثقين من نفسهم. دي الطبقة المحبطة، دي اللي بيطلع منهم طبقة المتنمرين، يقولك أصل أنا بنتقد انتقاد بناء، وهو بيحطم اللي قدامه. لازم لما تيجي تاخدي
رأي حد فيكي لازم تبقي عارفة مدى نفعه لنفسه، هو وصل لإيه في حياته، إيه ثقافته، إيه تعليمه، إيه تجاربه، إيه كراماته في الدنيا. يعني بأي حق إن حد أيا كان هو مين يسمح لنفسه إنه يقول رأيه فيكي؟ رأي واحد ممكن يهدمك نفسيا، والحقيقة إن النفسية دي بتكون متحكمة في كل حاجة. طيب أول شق من إن أنت تكوني ليدي محترمة، الناس بتبصلك بصة نجاح. مبدئيا في ناس بتقول الشكل مش كل حاجة، ماشي أوكي، بس مهم مش وحش. يعني أنا مش هقرا كتاب إلا لما عنوانه يشدني، زي دايما بيقولك إيه، الجواب بيبان من عنوانه، لازم يكون في حاجة مقبولة. مش بقولك تبقي بني آدمة كاملة، ولكن التكامل حلو. الجمال ثلاث أنواع، جمال الشكل وجمال الروح وجمال المعرفة. ممكن تقابل بشر روح وجمال فيهم طاغي على التاني فتبدأ تحبه. طيب احنا مهمتنا في البرنامج ده ان انا عايزة التلاتة عندك يكونوا متكاملين، والحقيقة ان التلاتة بيتكاملوا من اول ما تبدأي تفهمي نفسك، اول ما تبدأي تعرفي انا عايزة ايه، انا عايزة اوصل لفين. الحقيقة بيصعب عليا بنات بشوفهم متميزات في حاجات كتير، بس قافلة حياتها على راجل معين. انا متجوزة فلان، انا مخطوبة لفلان، انا كنت بحب فلان وسابني وحصل، وبتلاقي حياتها متدمرة وهي شايفة ان بيهد ويبني في حياتها راجل. صعبوا عليا جدا. يعني انا عايزة اقول ان الحياة مليانة فرايتيز اكتر من كده، والحياة طعم النجاح احلى من طعم اي حاجة في الدنيا اما توصلي لحاجة معينة انت عايزاها. فلما توصلي لنقطة الصفر، او في وجهة نظرك هي بقت نقطة صفر، لازم ترجعي ستاب لورا وتعرفي انت عايزة ايه كويس، وتبدأي تخططي وتحطي علامات معينة، تارجت معينة انت عايزة توصل لها، وبإذن الله تحققي كل اللي انت عايزاه. وفي الاخر هقولك من الحاجات الحلوة اللي ممكن تحسسك ان الدنيا حلوة، لازم تجري ساعة الصبح. الجري ساعة ده الصبح هيحسسك ان انت بتجددي روحك، هيحسسك ان الدنيا حلوة. كلي اكل صحي، التزمي في الصلاة ايا كانت ديانتك، بصي للناس، ما يشغلنيش مين قال ايه ومين عاد ايه ومين اتجوزت ومين راح، انا مشغولة بنفسي، انا بقرص وقتي كله لنفسي. اللا بلا بلا دي ولا بتنفع اي حاجة خالص، النمنمة والرغي كل ده بيأخر. يعني ركزي مع نفسك اكتر ما تركزي مع الناس تفلحي والله العظيم. باتت الحياة ان اللي بيوصل هو اللي روحه سالكة، هو اللي نضيف من جواه، هو اللي روحه طاهرة، هو اللي مركز مع نفسه. اللي بيعيش بالمكر بيموت بالفقر، واللي بيعيش ان هو يركز مع نفسه ان هو يبقى عايز ينجح بينجح. يعني الحالم لا يموت. عمرك ما هتيجي الدنيا دي وتتمنى منها حاجة الا لما هتاخدها وهتوصل للي انت عايزه، بس لازم تبقى عارف انت عايز ايه. ودايما خليك طماع في دعائك لربنا، خزائن الله واسعة. يعني انا ليه اطلب من ربنا مليون جنيه الا لما انا ممكن اطلب مليون دولار؟ اصلا انت بتكلم مع اله، انا بتكلم مع ربنا، قادر يحقق لي كل اللي انا عايزاه، قادر يعمل كل اللي انا عايزاه. يعني مثلا كان في قصة كده، كان ملك، الملك ده عمل عهد مع ربنا، قال له يا رب خليني غني وانا هساعد كل الفقراء وهعمل معاهم كل حاجه كويسه. وبالفعل بقى اغنى واحد في اسيا، بقى عنده قصر كبير جدا، وكان بيحط الممتلكات بتاعته اللي هو الذهب والفلوس يعني في خزنه كده مقفوله كويس. كانوا اهله متعودين ان هو ممكن يغيب عن بيته بال 12 يوم رحلات سفر وصيد. ففي يوم هو داخل بيتغزل في جمال ممتلكاته والسبائك الذهب والحاجات اللي عنده، باب الخزنه اتقفل عليه. قعد يصرخ ويصوت الحقوني، خلاص محدش سمعه اصلا لان الاوضه محكمه القفل. مده موت الانسان بدون اكل وشرب تتراوح من اسبوعين ل 16 يوم. بعد الاسبوعين هو عور نفسه، كتب بالدم على الحيطه اشهد يا تاريخ ان اغنى واحد في العالم مات من الجوع والعطش. ده ليه؟ القصة دي تعرفنا حاجة، ان انت لما تيجي تطلب حاجة من ربنا هو هيحققها لك، بس لو ما نفذتش وعودك هتتحاسب عليها قبل ما تموت. هو بالفعل
ربنا ادى للملك اللي هو عايزه، لكن الملك اتلهى لما اخذ الفلوس ولا ساعد الفقراء ولا عمل اي حاجة، فبالتالي اتحاسب على اللي هو عمله. الفكرة ان الحياة قصيرة وكده كده، مش عايزة ابقى متشائمة، بس كده كده هيجي علينا وقت وهنموت، فنعيش وقتنا ده بسلام ونوصل للي احنا عايزينه. الحياة دي نعمة، يعني احنا عندنا رفاهية، احنا على قيد الحياة، نعمل اللي احنا عايزينه، نطلب من ربنا اللي احنا عايزينه، ولو ناوي تهد الجبال بكرة قوم احفر في الصخور من دلوقتي. يعني دايما رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة، اختي مرة واثنين وثلاثة هتوصل، والله هتوصل، بس ان الحياة تبقى حلوة واحنا شايفينها حلوة، والصحة اولا، الصحة اولا، الكرامة ثانيا، المال اللي هو قوت اليوم، وان الحياة تكون كويسة، ثم الحب. انا بشوف ان الترتيب ده هو الاصح، لان في بنات بتعكسها، شايفه انا ممكن اموت نفسي فتضحي بصحتها وتضحي بعمرها عشان خاطر حد. ده مش صح تماما، ده مش صح تماما. انا مش بطلب من البنات الصغيره ان هي تنضج قبل سنها، لان دي حاجه عمرها ما هتحصل، بس على الاقل اسمعينا في البرنامج، حاولي تقري كتير، حاولي تمارسي هوايه انت بتعمليها، حاولي توصلي لحاجات معينه انت عايزاها، ويا رب دايما يكتب لكم الخير. وانا صفحتي على الفيسبوك موجوده، تقدروا تبعتوا لي اللي انتوا عايزينه، وربنا يقدرني دايما واساعدكم. طيب تعالوا نروح لموضوع تاني. الحلقه اللي فاتت كنا عرضنا موضوع ان بنت تم الاعتداء عليها جنسيا وحملت وجابت طفله عندها سنه ونص، وكان كل شغلي الشاغل في القضية دي، وأنا طبعا كنت بتكلم بمنتهى الحيادية لأن الله أعلم الحقيقة فين وربنا يستر على الناس كلها. أنا كان كل همي إن البنت الصغيرة يتثبت نسبها، لأن دي مشكلة، دي إعاقة مجتمعية محدش هيتقبلها، إحنا مجتمع شرقي، إحنا بنشوف اللي بيخرج عن الخط شاذ بكل المقاييس. فعشان كده احنا في برامج الدعم بنحاول ان احنا نجيب حقوق الناس اللي صوتها مش مسموع، او اللي ما عندهاش معلومة، او اللي ايدها مش طايلة ان هي تجيب حتى يا عيني حقها. فموضوع النهاردة هو ناتج للأسباب والمشكلة اللي انا كنت بتكلم عليها في الحلقة اللي فاتت، ولكن بموضوع مختلف تماما. المرة دي بقى احنا معانا بنت، والبنت دي اسمها عزة، عزة من محافظة الغربية، عندها 16 سنة. عزة مامتها تم اغتصابها، والبنت دي موجودة، لم يتم إثبات نسبها لحد النهاردة. والحقيقة زي ما بقول لكم إن كل الناس اللي ما بتبقاش ما باليد حيلة بتلجأ للمنبر العام اللي هو السوشيال ميديا، تصور فيديو أنا حصل معايا واحد واثنين وثلاثة، يا مسؤولين يا ناس حد يسمعني حد يساعدني. وفي ناس فعلا بيفلح معاها الموضوع ده وحقوقها بترجع، وفي ناس حقوقها ما بترجعش لأسباب منطقية أو غير منطقية، الله أعلم برضو. طيب أنا شفت الفيديو بتاع عزة، هم بعتوه لصفحتي، وأنا الحقيقة البنت ثابت عليا، وانا اصلا بيصعب عليا ان مش عايزه اقول ان في حد الحاجات دي مش المفروض تحصل، ومش المفروض ان الناس تعرف الكلام ده، يعني مش صح. البشر ما بيعرفوش يغفروا لبعض، ما بيعرفوش يشوفوا بعض بصوره كويسه، ما بيعرفوش يشوفوا ان ده شريحه واحده بس، شريحه واحده بس هي اللي بتشوف ان ده مجني عليه، والباقي ما اعرفش بيتكلموا وكانهم مالكين الدنيا، وكانهم عمرهم ما اخطاوا ولا عمرهم حاجه مش لطيفه. المهم عزه كل اللي هي بتطلبه ان هي يتم اثبات نسبها. طيب ابو عزه، وبرضو البنت تطلب دي ان ايه وحاجات من كده. بص، انت قدرك انك اتولدت ذكر، بس اللي انت ممكن يجي من صنع ايدك ان انت يبقى عندك نوع من انواع الرجوله، حقير الامه ذكر بلا رجوله. تعالوا نشوفوا
عزه قالت ايه وايه اللي نشرته على السوشيال ميديا، ونرجع نكمل مناقشه الموضوع مع حضراتكم. محافظة الغربية من بتاع الساس. أنا عندي مشكلة، مشكلتي هي إن بابايا معملش ورق، يعني إحنا رفعنا على قضية علشان يتعمل لي ورق ويستبعد أنا بنت مين ومين، بس هو بعدين ضحك على ماما وخلاها تنزل على القضية. ماما دلوقتي بتشتغل بقى وعلى قد حالها وتعبانة، وبعدين أنا رحت عشت مع ناس قريبة، وأنا المشكلة دي بقالها كتير وأنا وقتها عندي 16 سنة. مش عارفة أعمل إيه فيها، يعني مش عارفة، أنا مش عارفة أنا ذنبي إيه اللي أنا أرفع ميبقاش ليا ورق وميبقاش زي مبقاش زي بقية البنات التانية. مش ما رحتش المدارس، ما دخلتش مدارس خالص ولا اتعلمت من زمان. يعني نفسي يبقى لي حاجة ونفسي يبقى معايا حد، بس كل ما يتكلم يقول ما ينفعش تعملي كده، ما ينفعش تعملي كده، مش ما تفرديش ورق ولا أي حاجة، وانا مش عارفه اعمل ايه الوقت، وعاوزه يبقى ليا ورق، وعاوزه ابقى زي في البلد التاني، بس لغايه دلوقتي ماليش ورق، ومش عارفه اتحرك، ومش حد عارف يتحرك معايا، وكل ما نيجي نعمل حاجه الدنيا بتقفل في وشنا من اول وجديد، وبعدين نبدا من اول وجديد تاني عشان نعمل اي حاجه ليا، وكل حاجه ترجع تتقفل تاني، وانا مش عارفه ابقى خالص، ومش مستحمله اللي انا في دوبي، وانا ماليش ذنب، والضرر كل اللي بيحصل، وبقى الوقت عايش حياتي ولا همه باللي بيحصل، اللي بيحصل فيا، تعبانة ومش عارفة أعمل إيه خالص، وكل لغاية دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أنا ذنب إيه، لأن أنا بقى مضرورة وضرر الناس اللي حواليا، الناس اللي أنا معايا ومضررهم على الآخر، وأنا عارفة إن هما مضررين من اللي أنا فيه، وأنا ذات نفسي متضررة من اللي أنا فيه برضه، مش عارفة أعمل إيه خالص. مش خايفة على ذنب ايه اللي انا فيه، فانا رايحة زي يبقى ليا ورق وعاوزة يبقى ليا شهادة فلان، لغاية دلوقتي ماليش أي حاجة في كل يوم، مش معقولة أي حاجة. مالكيش ذنب يا بنتي، والله والله مالكيش ذنب في غلطه قذره انت مالكيش اي يد فيها بصراحه. طيب انا عندي سؤال، يعني الاب انت رافض تكتبها على اسمك ليه؟ يعني ايه الهدف؟ ايه المغزى؟ مش هتتحاسب يعني قدام ربنا على الموضوع ده؟ يعني لو سمعنا وعايز ترد اتفضل رد، انا ما عنديش ادنى مشكله ان انا اعرض ردك زي ما انا عرضت المشكله، بس التكهنات الزياده عن اللزوم اللي ملهاش اي داعي خالص، يعني واحده مستقبلها متدمر عندها 16 سنه، واحده زي دي المفروض بقى تقعد تفكر دلوقتي هتلبس ايه بكره، هتعمل ضفاير ولا بلح في شعرها، مخلين البنت كبرانه 30 سنه عن عمرها وعماله تقول انا ولا عارفه اعيش ولا عارفه اتحرك ولا عارفه اجي ليه؟ انت هتتحاسب على الكلام ده؟ طيب انا معايا استاذ علي خال البنت عزة معايا في مداخلة تليفونية. مساء الخير يا فندم. ألو ألو تمام. أيوة معلش علولي الصوت شوية أنا مش سامعة. تمام يا فندم، تمام سامعني كده؟ سامع حضرتك يا فندم. طب يا فندم معلش من الأول احكي لي إيه تفاصيل القصة ووقعة الاغتصاب حصلت إزاي وإيه اللي مسكت الموضوع لحد دلوقتي؟ يا بنت عندها 16 سنة، فين ال 16 سنة اللي فاتت دي؟ تمام اتفضل. إيه والله القصة حضرتك بترجع بداية من إن والد عزة اتعدى على والدتها في البيت لأنه كان زميل خالها الثاني اللي هو أخويا، فحضرتك كان دخل عندنا البيت وهددها بالسلاح طبعا وتهجم عليها إن هو عايز يرافقها أو الكلام من ده، فطبعا هي أصلا أم عزة يعني إيه حضرتك زي ما تقولي غلبانه في عقلها شويه او عقلها يعني مش مكتمل شويه، ده بشهاده البلد كلها وبعلم البلد كلها، دي مش حاجه احنا بنقولها يعني والبلد كلها عارفه. فهي ضعفت قدامه وحصل اللي حصل حضرتك ونتج عنه حمل، طبعا ما كانش حد فينا يعرف حاجه الا بعد 5 شهور. يعني هو اغتصبها بتهديد سلاح. تمام يا فندم، تمام. تمام، كمل يا فندم. وهي حضرتك عشان يبقى في عند حضرتك علم هي كانت متجوزه قبل كده، يعني هي كانت متجوزه قبل كده. تمام. فحضرتك لما يعني الكلام ده كانت متجوزه قبل الواقعه دي بفتره طويله جدا، بس ما كانتش خلفت وترملت يعني جوزها توفى حضرتك. تمام. فلما حصل الموقف ده سعادتك
طبعا الاعراض بدات تبان. فهو استغلالا لعدم اكتمال عقلها تمام وان حضرتك هي ارمله طمع فيها فدخل هددها بالسلاح واغتصبها. تمام، وهي حضرتك كمان يعني مش مدركه انها تقول لنا او حصل حاجه، يعني عادي هو حوار وحصل وموضوع وخلص. فبعد 5 شهور بدا الاعراض حضرتك تبان وفي تعب وكلام من ده. فطبعا والدتي اللي هي تعتبر اخت ستها على طول، اخت ست عزه، تمام. هي اللي كانت هي اللي لما حست منها بالتعب ده خدتها كشفت عليها فعند دكتور عرفت انها حامل. فمن هنا بدات القصه، وامي سالتها واتكلمت معاها وطبعا ضغطت عليها كتير وضربتها، قالت لها فلان الفلاني اللي جالي هنا وعمل 1 2 3. فابتدينا بنبعت للناس ديت ونقول لهم في 1 2 3، لانهم بقى طبعا عشان هم طبعا من عيله وفي البلد اللي احنا فيها برضه عيلتهم كبيره ومعارف بقى وفي سلطات وناس حبايبهم كتير بتجاملهم. فطبعا قاموا متهجمين من على بنتها فين ولا انت لك ايه. فبناء عليه والدتي راحت رفعت قضيه. تمام. رفعها حضرتك، فضلت القضية حوالي عن 2 أو 3 سنين. وبعد ال3 سنين حضرتك لما وصلنا بدأنا نوصل لتحليل الدي ان ايه، فبدأ المحامي بتاع الخصم يتلاعب بالأوضاع اللي هي الإنسانية اللي ربنا خالقها في بنت خالتي دي وأمها علشان عقلهم على قدهم. وقام عامل قصة كده صغيرة هو ووالد عزة، وقالوا بعتوا ست من عندهم، حتى احنا الست دي لحد وقتنا هذا مش معلومة لينا هي يعني مين. هي مامة عزة الدنيا جاية عليها من الراجل اللي اغتصبها في الأول والمحامي اللي اتلاعب بيهم. تمام يا فندم تمام. والمحامي قام عامل قصة جميلة كده ان هم هيقولوا لهم، طبعا لما عرف بقى ان هم تعبانين في عقلهم وكده قال له طب ما تروح وقول لهم احنا هنتجوز وهناخد بعضنا، بس هنكتب الكتاب بره البلد عشان ما نتفضحش هنا، لان طبعا ما ينفعش انا اتجوز واحدة تعبانة والكلام من ده وهيضحكوا علينا هنا. فبناء عليه خالتي وبنت خالتي اللي هي ام عزه قالوا له طيب حاضر امتى؟ قال لهم بكره الصبح وبس، فلوس لحد عشان ما حدش يقف في طريقنا ويعمل والكلام من ده. فقالوا له حاضر وطلعوا معاه. راحوا حضرتك قعدوا عند محامي في المنصوره الله اعلم او المحله، قعدوا وبدل ما يكتبوا الكتاب زي ما هم مفهمينهم وبتاع مضوهم على التنازلات عن القضيه وبصموهم وخلاص وتمام التمام. حضرتك صبحنا بعدها بحوالي 2 3 أسبوع والدتي بتسال عن المحامي بتاعنا على القضيه، الله قضيه ايه يا حاج ده انت نزلته عن القضيه. امي حضرتك جالها حاله من الذهول ومن الهروله ولبست هدومها وقمنا نازلين عند خالتي تحت هي وبنت خالتي، انتوا مين اللي راحت نازل عن القضيه وبتاع؟ لانهم قالوا لنا ده حصل واحنا اتجوزنا وخلاص ما حدش له دعوه بينا واحنا كتبنا الكتاب. فيعني كده يعني برضو مش راكز يعني فم يعني ماسكه. بقى من ساعتها حضرتك أمي نايمة بقالها أكتر من حوالي 12 سنة ما بتقومش من مكانها طب بسبب هي الموضوع ده. المناطق الريفية دايما كل حتة ليها كبير صح؟ حضرتك أنا لجأت هنا لعضو عندنا عضو مجلس الشعب في نفس القرية اللي أنا مقيم بيها، هو في نفس القرية وموجود، لجأت له مرتين اتنين قال لي يا ابني حبيبي أنا أعمل لك إيه؟ أنت تروح ترفع قضية وخلاص. قلت له حضرتك ده عندها 16 سنة لسه هرفع قضية وأقعد، أنا عايز أوصل لتحليل يعني بتساعد ما حضرتك. جربتش قال لي تاخد البنت وتوديها له؟ يا ست الكل رحت له انا رحت له مرتين ورد عليا كان ان انت تروح ترفع قضيه الحاجات اللي زي ديت يا حبيبي بالقانون. وكلمت نائبه برضو عندنا برضو بعت لها على صفحتها الخاصه وكلمت الاستاذ اللي هو المشكور الاستاذ بتاع مكتبها هو اللي حاول يساعدني شويه وبتاع، بس طبعا كان في ظروف الكورونا والدنيا كانت مقفوله شويه وسياده النائبه كانت غايبه طبعا عن الدايره وكده، فكان الموضوع ما خدش مجراه كويس يعني. لكن انا هنا في الارياف الناس هنا حضرتك بتجامل بعضها، ما عادش في ناس كتيره وناس تاخد حق اي حد حتى لو هو منه ياخده ويقول كلمه حق، الناس هنا بتجامل بعضها حضرتك. حلو، ما عملوش كده ليه؟ ما هو حضرتك علشان عزه غلبانه حد هنا حتى حضرتك. ايوه لما هي غلبانه ما خدولهاش حقها ليه؟ الناس ما تكتفتش وراحوا للراجل خدوا حقها ليه مثلا؟ علشان حضرتك والدها من عيله وصاحب عيله ما ينفعش يروحوا يكلموه، لا هم يجوا على انسانه زي عزه ملهاش حد. يعني ابوها معاه فلوس ومسيطر وانت وعزه وامها وعيلتها عالم غلبانه. لا هو حضرتك عزه كمان لها في عيلتها ناس حلوه وكل حاجه، بس زي ما تقول حضرتك بقى احنا بقينا في زمن ما اعرفش اقول ايه، يعني كله مش عايز مثلا يخش في الموضوع مع عزه علشان هنقعد نقول بقى حاله اغتصاب وبنت وانشهر بنفسنا او مين اللي هيجري ومصاريف وكلام من ده. انا ما شغلتش دماغي بكل اللي قرايبي بيقولوه ده لان انا حقها مش هسيبه وانا عايزه بالقانون، لان هو القانون اللي في الاول وفي الاخر حضرتك بيجيب. طيب عزه جنب حضرتك؟ تمام يا فندم موجوده جنب حضرتك. خليها تكلمني من فضلك. اتفضل يا فندم مع حضرتك. الو ازيك يا عزه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله.
طيب انا هسألك سؤال واحد بس، ايه طلباتك؟ هو بس عالي صوتك شوية. انا هيبقى ليا شهاده ميلاد، وانا هيبقى ليا ورقه اتحرك بيه، لان انا دلوقتي ماليش اي حاجه ومش عارفه اتحرك خالص يعني. عاوزه ابقى زي اي بنت يعني، انا ماليش اي حاجه دلوقتي خالص، مش عارفه اتحرك من المكان اللي انا فيه. وايه تاني يا عز؟ انا عاوزه حق، انا عاوزه بس ابقى ليا شهاده ميلاد يعني، انا مش عاوزه اي حاجه من ابويا وبس، انا بس عاوزه شهاده ميلاد وخلاص. انا الصوت بيقطع مش سامعه. بقول لحضرتك انا عاوزه بس ان هو يكتب لي الاسم، انا مش عاوزه اي حق منه، اي مش عاوزه اي حاجه خالص منه، انا عاوزه بس يكتب لي الاسم، مش طالبه منه اي حاجه ثاني. طيب حقك اللي انت بتطلبيه ده اقل حق من حقوقك، ان انت يبقى ليكي ورق رسمي، ان انت يبقى معترف بيكي من الدوله، ان انت ما كنتيش تستاهلي اللي حصل معاكي ده كمان، وان انت راسك تترفع في وسط بلدك. بشكرك يا عزه، بشكرك استاذ علي. طيب خلينا يعني اقول ايه دلوقتي من وجهه نظري، قانونيا لن يتم اثبات نسب عزه الا بموافقه الاب، ده القانون. هل روح القانون ليها رؤيه تانية؟ وخلينا برضو نسال اصحاب التخصص، هم بيعرفوا اكتر. استاذ محمد منصور المحامي معايا على التليفون. الو. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك دكتوره هبه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضلي. طبعا طيب حضرتك متابع معانا الموضوع طبعا من الاول، عايزه اعرف ايه وجهه النظر القانونيه اتجاه مشكله عزه من الاول للاخر. هو اولا مشكله عزه دي مشكله نادره من النوادر القانونيه اللي بتطرح لاول مره، حتى على ما سامعي ان بنت تكون عندها 16 سنه والى الان لم تثبت ولم تستخرج لها شهاده ميلاد، فده معناه انسانيا ان في ظلم كبير تعرضت له عزه عن طريق الاب وعن طريق الام ايا كان وايا كان صفاتهم. اما بالنسبه للقانون الاحوال الشخصيه، طبعا في قانون الاحوال الشخصيه القديم اللي بيقول ان الزوجه لها شرط لاثبات النسب ان لازم يكون في عقد زواج رسمي او عقد زواج عرفي على الاقل عشان تتوجه للمحكمه وترفع دعوه اسمها دعوه اثبات النسب. في الحاله دي بتروح المحكمه وبتطلب من القاضي إحالة الموضوع إلى الطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية وتحليل دي إن إيه، ولما بتتعرض على الطب الشرعي، الطب الشرعي بيستخرج شهادة بيفيد إذا كان هناك صفة وراثية بين البنت وبين والدها ولا لا. في الحالة دي إذا جاء التقرير بإثبات الصفة، المحكمة بتحكم للبنت بإثبات الصفة وبتديها الصيغة التنفيذية اللي من خلالها بتروح السجل المدني وبتقدر تستخرج شهادة ميلاد. لكن في الحالة بتاعة عزة هنا ما فيش زواج أصلا، يعني القانون القديم ما بيديلهاش أي حق، وده اللي اشتغل عليه مجلس الشعب في الآونة الأخيرة، وإن في قوانين طرحت وفي قانون هيتعمل، قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي الأزهر الشريف نص فيه على إن الزوجة بمجرد ما ابتلد البنت بتروح على طول بترفع دعوة اسمها دعوة إثبات النسب، وبتستند فيها إلى البينة والقرائن وإلى الطرق العلمية. طيب افترضنا أن تحليل الدي إن إيه ما أثبتش صفة عزة نهائيا، بتذهب عزة بعد كده للجهة المختصة، ده طبعا بناء على رأي الأزهر الشريف أنها بتكتب باسم رباعي وبقى لها شهادة ميلاد وبيبقى لها صفة في المجتمع وتقدر تعيش حياتها. طيب في حالة عزة برضه ممكن يبقى في مشروع قانون وانا بقدمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المحترم والى مجلس الشعب، ان يكون في قبول لصفه من تتقدم لاثبات نسبها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان قانون الاحوال الشخصيه في سن ال 15 سنه البنت او الابن يقدر يروح يتقاضى امام المحكمه. طب في حاله عز هل ينفع؟ لا ما ينفعش، لانها اصلا ملهاش شهاده ميلاد، فبالتالي يجب ان يكون هناك تعديل في قانون المرافعات اللي بيأسس كل القوانين، يبقى فيه هناك صفة للبنت التي تدعي نسب والدها، وفي الحالة دي المحكمة أنا بضم صوتي لصوتك، لأن في أواضي كتير في مصر اتحفظت وما اتقفلتش على حق بسبب اللي حضرتك بتقوله ده، مظبوط فعلا. فهي عزة عليها أنها تنتظر تطبيق القانون الجديد بإضافة اسمها رباعي، ده في حالة أن هي ما كانش فيه صفة وراثية، أما في حالة صفة وراثية فهيثبت لها الحق، أما إذا كانت ملهاش
ملهاش صفه. لا، فاحنا بنقول ان قانون المرافعات يعدل حتى لو البنت عندها 3 سنين، حتى 4 سنين، 10 سنين، بمجرد ما تروح البنت للمحكمه ويثبت ان هي ملهاش شهاده ميلاد على جهاز الكمبيوتر، لا المحكمه بتقبل صفتها حتى لو رايحه مع حد غريب، مش شرط تكون زوجته او تكون والدته. بشكرك جدا استاذ محمد منصور. الضمير لا رقيب عليه سوى الله. ويا باباها يا اللي بتشوفني، انا مش عارفه اسمك، يا اللي لو بتشوفنا دلوقتي، حرام وهتتحاسب وهتدخل النار وتقعد كده مع ابو لها في الدرك الاسفل، ولا هتشوف حياه عدله ولا هتشوف اخر عدله، حرام. عارف يعني ايه في روح بتعيط ومتعذبه وبتشوف اسى مجتمعي واسى في الحياه بسببك؟ يعني في روح عايشه مش عارفه تعيش بسببك، كل ده عشان خاطر اثبات نسب. ايه الداعي وايه اللي مخليك تعمل كده؟ وانا برضو عندي سؤال مهم، يعني ليه بعد 16 سنه الموضوع اتفتح؟ يعني ليه مفيش جريان من الاول؟ هل عشان هم غلبانين فعلا والراجل زي ما بيقولوا مسيطر؟ طيب ده ظلم باين، ده دي 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 حاجه المجتمع يثور ليها وما يرضيش حد ابدا. اتمنى اناشد كل المسؤولين اللي ليهم يد في حل الموضوع ده، من فضلكم احنا موجودين وارقام التواصل مع العائله موجوده. والحقيقه ان اعز قاعده مع مدام سماح، قاعده عندها رقم استاذ علي معانا ورقم مدام سماح معانا، تقدروا تتواصلوا معاهم وان شاء الله حقك يا عزه يرجع ويتم اثبات نسبك وراسك تترفع من جديد، وان شاء الله دي تكون اخر مشكله تحصل. والراجل اللي استغل الست اللي ما عندهاش عقل، وبعتذر بعتذر طبعا، ربنا يحميها ويشفيها، واغتصبها وجاب منها بنت والبنت مرميه ومش عايقه، ايه تبقى بني ادم؟ في حد يعمل كده؟ يا هتعدي مش يعني حد يا ربنا تغفل عنك هيسيبك؟ مش هيسيبك. ليه كده؟ لو انت لسه عندك ذره ضمير، لو انت لسه خايف من ربنا، لو انت فعلا مسلم، لو انت فعلا شايف ان ربنا موجود وهيقتص منك دنيا واخره على الجريمه اللي انت عاملها دي، ارجع واثبت البنت على اسمك. ولو عندك كلام تاني وعندك اراء تانيه وعندك حكايه غير اللي اتحكت لنا، ابعت لنا واحكي لنا واحنا هنعرض كلامك، انا ما عنديش ادنى مشكله، المهم ان الموضوع يتحل. الساده المشاهدين، احنا طبعا كل حلقه بنكد عليكم معلش، بس ده المجتمع، لازم نظهر الناس اللي مش عارفه تاخد حقها عشان ياخدوا حقهم، هو ده دورنا في المجتمع. وكمان دورنا ان احنا نقدم لكم حاجات لطيفه وحاجات فنيه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. الحمد لله الحظر اتفك بقى من 12 ل 4 بس، وبهني الشعب المصري على ثورة 30 يونيو، ويا رب كل سنة وإحنا دايما مع بعض، وكل سنة وإحنا بخير وسلام وإيد واحدة، وعاشت مصر بشعبها وبرئيسها وبجيشها وبكل حاجة حلوة فيها. بعد الفاصل معايا فقرة مهمة جدا وحلوة قوي وهترفه من عليكم، اوعوا تروحوا في اي حته، خليكم معايا ونستقبل ضيوفنا بس بعد الفاصل.